اول شيء لازم نعرفوا لو تيب تاع الارائك اللي عندنا. دونك عندنا مثلا اسكو لو سالون تاعنا راح يكون تقليدي اسكو راح يكون مودرن. دونك لو سالون التقليدي يختلفوا المواد يختلف الاثاث. دونك فوالا يختلف كامل لو كونسيبت. فوالا ابري دونك دوك يدوزوا لي فوتو نشوفوا لي تيب اللي عندنا في لي كانابي اللي في الارائك. عندنا الموديل الاول اللي هو ان ال سي كيما اللي راهو عندنا هنايا في البلاتو اللي رانا قاعدين فيه. فوالا ندوزو الصوره نشوفوا الصوره اللي بعدها ولا اللي قبلها؟ اللي قبلها نو مخرجنا راح يتحكم في الصور. يلا نعم. هذا هو الآلة. هذا هو الآلة اللي ابخي اللي بعدها في صوره اخرى. هذه الصورة دونك نشوفوا في الفوق عندنا لو موديل كانابي اون ال سي كيما اللي رانا فيه لهنا. عندنا ايضا الكنابي كلاسيك اللي هو الكلاسيكي اللي يكون مثلا مقعدين اثنين ثلاثه سا ديبون واش عندنا في الغرفه تاعنا. عندنا اوسي لو فوتوي. الفوتوي هذا يكون تكميلي لو سالون تاعنا. كي نقولوا فوتوي واش هو فوتوي؟ انا حاسب نفسها الاريكه تبقى اريكه وهي فوتوي. الفوتوي نسموه سي كي يكون عندنا بلاصه وحده كيما رانا نشوفوا في الصوره لطفي اللي راهو بالاصفر. ايه هذا هو الفوتوي. كرسي واحد الاخرين دي كانابي. نعم الفوتوي هو الكرسي الواحد. نعم الكرسي الواحد ايمن. الاخرين سي دي كانابي والكرسي الواحد يكمل لا سويت تاع الكانابي اللي عندنا. دونك المجمل نكملوه بالفوتوي. ابخي عندنا التراديسيونيل اللي هو التقليدي. كانابي التقليدي تاعنا موجود وحاضر في لي كونسيبسيون عندنا. عندنا ايضا لو كونفرتيبل اللي هو نقدروا نغيروا فيه سور ميزور. ولا دوكا نحكوا زعما نعيطوا له لو كليك لاك. دونك يكون كانابي فوالا. هنا نعتمدوه وقتاش نعتمدوا كل واحد. عندنا لو كانابي اون ال كي تكون عندنا المساحه صغيره نوعا ما دونك باش نبروفيتيو من كامل المساحه اللي عندنا. عندنا لو كلاسيك اللي كنا حكينا عليه نقدروا نستعملوه في مساحه تكون كبيره نوعا ما. دونك عندنا باش نعمروا المساحه تاعنا باش نعمروا الفراغات. لو فوتي كيما حكينا لطفي هو يكمل المجمل تاع لي كانابي اللي عندنا. عندنا لو تراديسيونيل حكينا سا ديبون اسكو لو سالون حبينا نستعملوه بشكل يومي ايمان ولا جوست للضيوف. دونك يكونوا ضيوف باغ اكزومبل يكون بلو لوكسيو يكون فاخر يكون تراديسيونيل جينيرالمون كي تكون اليمات على قيد الحياه. يعني البيوت الشبابيه يركزوا اكثر شيء على الال حرف ال. نعم بيت القعاد يديروا فيها كنابيات ويكونوا عدد افراد كثر. صح. تكون عيله كبيره. ومام لي تكستور مثلا المستعمله تختلف الى لاحظنا باغابوغ لو ال. الى شفنا يكونوا زركشات زخرفات الوان شويه مختلفه على لو كانابي اون ال ولا المودرن يكونوا بلي كولور نوتر نوعا ما. ايضا عندنا لو ميريديان اللي هو يستعمل جينيرالمون لجلسات القراءه ولا هم في الصوره باللون الاحمر. عندنا ايضا لو فوتي ولا لو كانابي هذاك اللون الاحمر يندف في غرف النوم اكثر شيء ثاني. نعم غرف النوم ولا ايضا نقدر نستعملوه لطفي في تكمله في الصالون في زاويه للجلوس للقراءة. دوكا انا بزاف نحبوا مثلا نقراوا في الصيف. ولازم يكون قط معاكم. علاش؟ يعطي حميمية يعطي جمال. على باله. مشكلة شوية على باله تقول لي نحب القراءة. عندنا أيضا لو كانابي بانوراميك إيمان اللي يكون جينيرالمون في دي سالون ولا أماكن مفتوحة. دونك تكون المساحة كبيرة مفتوحة. دونك نستعملوا لو كانابي بانوراميك عنده ثلاثة وجهات. دونك نحسوا بهذيك اللمه هذيك بلي رانا ديجا في ان اسباس مغلق فيرمي. ابخي نعرفوا ان اوتر بوان لازم نقيسوا به اللي هما لي تكستور ولا الاقمشه المستعمله في الصالون تاعنا. دونك كي نجوا نخيروا نشوفوا لازم نشوفوا القماش اللي مستعمل. دونك تجوز الصوره نشوفوا الانواع. عندنا جينيرالمون ايمان بزاف انواع تاع الاقمشه. ولكن الاقمشه لي بلو ماركي عندنا في لي فوتوي ولا من الاحسن نستعملوهم هو القطن الكوتون ولا لو كوتون اون لان. دونك لو لان نزيدوا له القطن ان بورسونتاج تاع القطن باش يرونفورسي لنا هذاك القماش تاعنا يكون قوي بلو سوليد. عندنا ايضا الجلد
جينيرالمون البيوت الجزائريه يستعملوا الجلد ديال الجلد المقلوب، يقول لك سهل التنظيف. تنظيف صح؟ نعم. دوك نجيو لي بوان اللي فيه بوزيتيف ولو نيجاتيف. عندنا ايضا لطفي القطيفه اللي هو لو فيلوغ، نستعملوه جينيرالمون ايضا في دونك القطن. وقتاش نستعملوه ولا لو لان؟ كيكون عندنا ان سالون موديرن مي وشنو تاع كل يوم. وما عندكمش دراري صغار. وعندناش دراري صغار. لازم ما يكونوش عندكم دراري صغار. يسهل ولكن لطفي. والقطوط. من البوان. والقطوط ما لازمش يكونوا عندكم، لأنه القط القط يبدا يكون الانمي تاع الجلد. القط يخربشوا. يبدا يخربشوا. دونك اللي يربوا الحيوانات ولا يبعدوا على الجلد. القطن مثلا لطفي بالعكس يكون سهل في التنظيف ولا لو تريتمون تاعو يكون سهل. نلقاو فيه مثلا لي اقمشه اونتي تاج ضد البقع. ضد البقع ولا باسكو سا ديبون لو بورسونتاج اللي عندنا في القطن. وين نلقاو وين نعرفوا البورسونتاج؟ هل من الملصق يكون مع الاريكه كي نشريوها ولا لازم نسقسيو من المحل؟ كيفاش نقدروا نتعرفوا على النوعيه اكثر؟ هي من الاحسن هي كاين ملصقات ولكن دوكا خرجت شويه ايما لا توندونس تاع لي سور ميجور. دونك حنا نخيروا نوع القماش وحتى دونك فوالا دونك نسقسوا جينيرالمون لازم نسقسوا ولا نستشيروا اللي يكون يبيع ولا اللي يخدم لنا هذاك لو كانابي باش نعرفوا لي بورسنتاج. في القطن لازم يكون من المستحسن لو بورسنتاج تاعو يكون 75%. وعلاش؟ باش يكون بلو سوليد، باش كيما حكينا باسكو حندوزوا فيه بزاف وقت لو سالون موديرن، دونك باش يشد ويكون بلو سوليد وما يتقطعش وما يساوش فيه لي ديغا.